الدكتورة منى القماح مدير قصر ثقافة كفر الدوار. دلوقتي نقدر نقول بقى سابقا أو إن القرار تم العدول عنه. برحب بحضرتك يا دكتورة منى، مشرفاني، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أعرف بقى يعني إيه تفاصيل الأزمة وإيه اللي حصل، وتلقي حضرتك يعني لمسألة التراجع عن هذا القرار جت إزاي؟ طيب أنا أقول نبذة مختصرة كده في عجالة عن إيه هي منى القماح، أو معرفش هم إن كان حد اتكلم أو لأ. أنا خريجة فنون جميلة، الحمد لله بتقدير امتياز كنت الأولى على الدفعة، تعينت 2012 أخصائية فنون تشكيلية في قصر ثقافة كفر الدوار. اشتغلت مع 3 مديرين، الحمد لله اشتغلت في كذا مجال يخص الثقافة، يعني الحمد لله كنت بنوب عن كل مدير اشتغل معاه في كل الأنشطة الثقافية، سواء ندوات شعرية، حفلات موسيقى عربية، كورال أطفال، فنون شعبية وغيرها. وكنت بطلع نيابة عن القصر مع كل القوافل وكل الإدارات، مع الكنائس والإدارات الصحية والمجلس المحلي، مركز القومي للمرأة، في كل الأنشطة الحمد لله. عدد كبير جدا من الرواد اللي يتعامل معايا بشكل مباشر، لحد قبل 21/11 تم ترشيح المدير بتاعي، اترقى لمدير عام شمال سيناء استاذ اشرف المشرحاني، فاصبحت وظيفه القصر فاضيه. تشكيل لجنه من رئيس اداره مركزيه ورئيس الاداره المركزيه استاذ احمد درويش واربع مديرين ادارات لاختيار مدير القصر الثقافي، وتم ترشيح 4 أشخاص أنا من ضمنهم وثلاثة زملاء تانيين في اللجنة. وبعد يومين تم إصدار قرار بتعييني مدير لقصر ثقافة كفر الدوار بصفة مؤقتة لحين تشكيل اللجنة الدائمة للقيادات المتوسطة من الهيئة. تمام؟ فضلت من 21/11 لحد 4/12 مديرة للقصر، وعملنا في الفترة دي الحمد لله عملت حفلتين موسيقى عربية، وعملنا ندوتين أدب، كان في منهم ندوة الأستاذ شوقي بدر الناقد الأدبي شوقي بدر شرفني، وندوة تانية كانت بين شعراء المحمودية وشعراء كفر الدوار، وكانت أمسية شعرية جميلة، وكنت دايرة الندوتين الحمد لله مع لجنة مع أعضاء نادي الأدب، وكانت أتمت على أكمل وجه. والحمد لله ما فيش اي حد ابدا فكر انه يعترض او يتنمر عليا بالشكل دوت، لحد يوم 4/12 ظهر بوست فيه صوره ليا وتشهير بيا، وتنمر شخص عليا وقال كلام ما ينفعش انه يتقال. اللي هو ايه الكلام؟ اللي هو ايه؟ ده عشان بتتكلم عن بوست حضرتك؟ لا انا ما قلتش بوست عشان لا انت عشان لا ما حصلش، ده ما يخصش حضرتك، لا بتكلم عليا انت، بتتكلمي عن استاذ محمود دوير يا دكتور منى؟ ايه الكلام اللي ما يصحش اللي يتقال اللي انا قلته؟ نزل في تنمر وتشهير بيا. لا انت قلت كلام ما يصحش يتقال، ايه هو؟ لو سمحت يا استاذ انا عايزه اكمل الكلام، تعالى بس هو هستاذنك يا دكتوره منى، الاستاذ محمود عايز يعرف ايه الكلام برضو عشان نوضح للمشاهدين اللي ما تابعوش الكلام. الحمد لله مالي السوشيال ميديا، انا مش محتاجه ان انا اقوله. لا اللي ما بيتابعش السوشيال ميديا بس يا دكتوره منى، احنا هنا مش مساله انه لا احنا بنعرض اطفال، انها لا تؤتمن على الاطفال الذين يذهبون الى قصر الدوار. قال ان انا لا اؤتمن على الاطفال، وقال ان انا ومكتوب في البوست ان انا داعشيه او بنتبه لتيار سلفي او اخواني، او ان ازاي واجهه تبقى مغطيه وشها وهي بتظهر بتعترض اساسا على الحفلات وي وي. اولا النقاب دي حاجه تخص بيتي، حاجه اجتماعيه بحته، ملهاش اي علاقه باي طيار ولا اي اتجاه، ولا بسمح بده نهائي. وكمان المشكله ان الاستاذ ما تعاملش معايا نهائي، انا اشتركت في معرض الكتاب في دمنهور ب3 سنين بتكليف من المدير العام، والاستاذ كان موجود، والحمد لله كنت مسؤوله عن المعارض الفنون وكانت بتظهر على اكمل وجه، وكنت كوميسير المعرض الفنون التشكيليه اللي الوزيره تمت افتتاحه في قصر ثقافه دمنهور يوم 29/11، كنت انا كوميسير المعرض، ويمكن من اجمل الحاجات اللي هي اثنت عليها معرض الفنون التشكيليه. طب ممكن اسال حضرتك على حاجه يا دكتوره منى، ويعني ردا بقى على الاستاذ محمود دوير، بما انه قبل مداخلتك كان بيتكلم على الجزئيه دي، وبرضه نعرف وجهه النظر، لان في ناس اكيد هتكون مع استاذ محمود زي ما في ناس ضد رؤيه استاذ محمود. هل النقابه واستاذ محمود بيقول ازاي تبقى منتقبه، ده معناه ان فكرها هيكون ضد الغنى، ضد المسرح، ضد الفعاليات الثقافيه اللي ممكن تكون من وجهه النظر الدينيه بتكوني بتعترضي عليها؟ هل لبس النقاب؟ لا لا بالعكس خالص، دي حاجه ملهاش علاقه بدي نهائي.
ماشي. اولا انا قلت لحضرتك النقاب دي حاجه تخصني انا، تخص بيتي انا، يعني ملهاش اي علاقه بالاتجاهات دي، في حين ان انا اصلا بدير الحفلات دي. يعني انا ازاي ببقى مسؤوله وبدير الحفلات دي وبتظهر على اكمل وجه وبيحصل ان كل مديرين الادارات بيحصلوها وبيثنوا عليها او وكيل وزاره او اكبر منه، لكن ما بيحصلش ابدا ان بيحصل فيه تاثير. يعني هو ده اللي انا تعجبت منه، ان شخص اتكلم في حقي بدون ان هو يتعامل معايا او يسال عني. انا يعني هو حضرتك شايفه ان يعني الاجراءات اللي اتخذها استاذ محمود هي كانت السبب في التراجع عن هذا القرار؟ لا، انا دي بقى من اللي مستغربه لها، ان بعد ظهور الكلام ده تم اعلان منشور من موقع رسمي اللي هو فرع ثقافه البحيره بتعيين زميله ليا، وانا اساسا لا مضيت قرار اعتذار ولا تم اختاري او ابلاغي بالكلام ده. فانا بقى في ظهور قرارين، يعني انا ما زلت مديره القصر وفي ظهور قرار ظهر على قراري. يعني لم يتم فصلك ولم يتم التراجع عن القرار، هو بقى معاكي شخص في نفس المنصب اطلاق. بالظبط ده اللي حصل. طب اداريا ان يعني انا تم تعييني بلجنه، لكن ده ظهر قرار 11 ونص مساء يا استاذه، 11 ونص مساء، وبعدها الاستاذ ينزل منشور تاني يشكر فيه الوزيره على تلبيه طلبه او كلامه وسرعه تنفيذه بان هي يتم تعيين شخص اخر. هو ده بس فقط اللي انا يعني تعجبت. الاستاذ محمود فقط يعني عزلت على صفحه الاستاذ محمود لا صفحه رسميه. يعني دكتور منى، حضرتك لحد دلوقتي ما زلتي مدير لقصر ثقافه كفر الدوار؟ طبعا رسميا ما زلتي في هذا المنصب. هل تحدثتي مع اي حد؟ لان اداريا ده برضو غريب ان يكون في اثنين في نفس المنصب. هل تحدثتي مع اي شخص من المسؤولين على مستوى يعني وزاره الثقافه؟ وبتمنى يكون ليهم رد معانا يعني على مدار الحلقه لو المتحدث باسم الوزاره او اي شخص مسؤول يقول لنا. انا والدتي بتعمل عمليه وانا يعني واخده اجازه رسمي 3 ايام معاها. انا لحد دلوقتي ما دخلتش القصر وشفت يعني ما اتكلمتش مع اي حد. احنا بقى هنحاول نجيب رد الحقيقه زمايلي في اعداد الجمعه في مصر حاليا بيحاولوا يتواصلوا مع وزاره الثقافه علشان نعرف رد على المساله دي، لان دكتوره منى زادت لنا الحيره دلوقتي اكتر. احنا كنا فاكرين ان دكتوره منى تم عزلها او تم التراجع عن هذا يعني هذا التكليف، لكن دكتوره منى دلوقتي بتقول لنا دكتوره منى القماح انها ما زالت مدير قصر ثقافه كفر الدوار، بجانب انه تم تعيين زميله اخرى ليها في نفس المنصب دون اختارها، بانه تم عزلها او فصلها او انها مش في منصبها. يعني في اثنين حاليا في نفس المنصب، ودي حاجه الحقيقه مش طبيعيه. فاحنا هنحاول نتواصل مع وزاره الثقافه علشان ناخد رد على المساله دي.